السلام عليكم، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى نلقاكم دائما بخير وعلى خير. انا شحال هادي ما جيت لواحد المنطقه هادي، واحد المده هادي نقول لكم 50 أو 4 سنين. خليت هنا كما نسميوه الشجره ديال الدرك، اش كتسمى؟ المهم نقولها بهاد الكلمه هادي، انا نسيت، انا كنسى بزاف، كنسيت هاد الكلمه هادي، كنقولو الدرك اولا هذيك اللي كيدير هذيك الهنديه، هذيك المشوك، نسيت لي سميتهم بالعربيه. المهم وربنا نتفكر. المهم عامر، الدنيا عامره بيه، الجبل كله عامره بيه. هاد النبته هادي تصوروا معايا ما غرسوهاش الناس، ماشي الناس اللي غرسوها. نقربها لكم شويه تشوفوها. ها هي كلها كرمت، ها هي كلها كرمت. جا هذاك المرض كلها مرض. كلها كرمت. هاد النبتة هادي ما غرسوهاش الناس هنا في هاد المنطقة هادي، ما غرسوهاش بتاتا. دابا شوف كيفاش تغرسات من ليام ديال الاستعمار، ما عنديش علم، غيكون عندها السبب كيفاش تغرسات، ما يمكنش تكون بوحدها، ولكن اللي انتشرها اكثر هما داك الغربان اللي كنتسمى الغراب، داك الطير ديال الغراب. دابا داك الطير ديال الغراب كيجي كيقطع واحد الطرف فيه ثلاثة أو جوج هنديات حبات، وكيطلعو من الجبل كياكلهم، وكتبقى ديك هاديك الورقة كتبقى تما. من بعد بحيث منطقة باردة وشتا ما كتقطعش، ما كتمشي، ما كت زعما شتا ما بين شتا وشتا ما كتعداش واحد 4 شهور. لا بدا كتكون ديك الشتيوة في الصيف ضروري، وكيخلط عليها البرد والشتا والثلج كتنبت. ملي كتنبت ديك الحبه كتنبت بديك متر و جوج متر، كتبدا تلوح عاوتاني هذوك الغصان ديالها، كتلوحهم تاني كينبتو الاخرين. الجبل كله طلع، كله كتشوفوا دابا هذا الجبل هذا كله كان مطلي. كله صبار. انا دابا تفكرت حبه كيتسمى بالصبار، بالصبار ها هو هاد الجبل هذا كان عامر كيبان كله خضر بهاد الصبار هذا. ملي جا داك المرض كلشي كرم، انتم شفتوه كلشي كرم. ولكن دابا هاد الناس هادو ما عامر مازال هاد الصبار، على الله اعلم، على فكر ديالي وعلى عقلي انا، ما عامر مازال داك الصبار غيتغرس، غادي يشتاقوه الناس بواحد الشوق واعر. شوف اشنو غادي يوقع، الله اعلم. هاد المنطقه كانت عامره بالصبار، وهذيك الحبه اللي كنقولوا حبه ديال الهنديه، هذيك الفاكهه ديالو ما كانش فيها العظم، ما تشبعش منها، واخا تاكل منها حتى 50 حبه ما دير لك حتى حاجه، صح العظيم. وحلوه عسل، والناس فقدوها دابا ما بقاتش. انا باقي كان ندير الفيديو في هذه المنطقه هذه، عجبتني. ومازال انا غير واحد المنطقه محدوده انا دابا كندير فيها الفيديوهات، انا ما عنديش الوقت. مره اخرى ان شاء الله غادي نزيد لبلاصه اخرى، نزيد نبين لكم العشق ديال هذه البلاد هذا. كنتمنى من الناس ندير ليش هذه البلاصه هذه، يجوا السواح يشوفوا هذه المناظر. مش القضيه غير نقلبوا حنا عاد الاقتصاد، ولا دابا الناس كتبغي تخرج ما كتلقاش، كتقول لك ما عندنا فين نخرجوا في المغرب. المغرب راه فيه كلشي اللي عزز عليه الجبل، ها هو كاين هنا، كاين الجبل، كاين الواد، كاين كلشي، كاين هنا. هنا كيبان لكم الجبل هنا ما فيهش النبات، لان هنا كما كنقول لكم كاين بزاف الجفاف في هاد السنين، الجفاف. وحتى من الناس اللي كانت ملي كانوا الناس كطيب بالكانون، اللي كيتسمى بالكانون، كطيب بالعواد، كانت الناس كتقطع دوك الشجر اللي كانوا في هذوك الغابات.
انتم كتشوفوا انا نقرب لكم بواحد الشجر كي باقي بواحد الشجرات. شتي هاد الشجر هذا بحال هكذا كان العدد ديال الشجر. نقلب لكم ها هي يعني شي حاجه قليله اللي بقات ديال الشجر بحال هكذا. ولكن من بعد ملي جا داك البيطان ولا البيتاغاز بدات الناس كتري ديك الفورنوات ديال الطياب ولات ما كتبقاش تقطع دوك الشجر. بحال غادي نقولوا هاد الغاز دار الخير في, 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 في الغابه، دار الخير كبير في الغابه. ودابا انا راه كنصور واحد الشتيوه كاينه، هانتوما كاين واحد الشتيوه كتصب مبرد الوقت مزيان. بعد شويه انتما كيمكن كتسمعوا حسه، سمعتوا هذا راه واد ولكن كارم. انتما كتشوفوا الشجر ديال اللوز الزيتون هنا والخروب، واحد الشجره اخرى ما عرفتهاش بحال واحد الشجره عندنا حنا في المدينه كنسميوها شجره الابزار، نتقرب عليها هي اللي كاينه بزاف هنا. شوف الجفاف دابا اش دار لهاد الناس. هذا هنا قلت لكم عامين ثلاث سنين الشتاء ما صبتش هنا، شي حاجه قليله صبت في داك الشهر جوج ثلاثه شي حاجه قليله ولكن ما قدش. هانتو شفت تبارك الله على جبل منظر، هادشي راه ما كيشوفو الناس الا في اوروبا. كيحسب دابا شحال من واحد دابا راه في المدينه دابا ما عمر شاف هادشي، ملي كيشوف هادشي كيقول لك العجب. فهمتي شوف نقرب لكم شويه واحد الشجره غادي نبينها لكم دابا نقلب عليها. هاهي هاد الشجره هادي المهم 100 عام هي القليب هذا. شتي قداش اختها اخرى هي نقولها لكم نوريها لكم. هاهي هنا شجر قديم ولكن هذاك اللي كان بعيد من الواد. هنا هاد الواد هذا ما كانش كيبان، ما كانت السما كتبان، ولكن ملي جا داك الفيضان بحال داك الفيضان اللي كان جا في ستي فاطمه هو اللي خرب هادشي كله، ريبو قادو وعرل هاد الناس هادشي هذا. والما باقي ملي جات الطريق دارت حتى هي الكماله. دابا جات شتي دابا غادي نقول لكم السلام عليكم والله يعاونكم الى الفيديو الثاني.